السلام عليكم. اليوم القصة عن فتاة إماراتية. هالفتاة تعيش مع أمها وأبوها وأربعة من أشقائها الشباب وأخت واحدة. البنت هذه بسميها صالحة. صالحة الآن تحاكم بقضية قتل من الدرجة الأولى ومحكوم عليها بالقصاص، والأدهى والأمر أن اللي طالب بقصاص صالحة هو أبوها وأشقائها الأربعة الشباب. قالوا إحنا نبي القصاص، وفعلا تم الحكم عليها بانتظار تنفيذ الحكم. شنو قصة صالحة؟ وفقا لأقوالها واللي استقرت عليه المحكمة بعد عدة محاكمات وتحريات ووقائع وتمثيل مسرح الجريمة، استقرت المحكمة على أن صالحة هذه بنت عمرها في أول العشرينات، أمها من الجنسية الأمريكية، أبوها إماراتي، يعيشون في أبوظبي. البنت هذه تعاني من مشكلة أسرية. تقول البنت أنها تتعرض للتعامل القاسي والإساءة من قبل أفراد أسرتها، وتحديدا من والدتها الأمريكية. أمها صحيح أمريكية لكنها متطبعة، يعني كأنها عربية، يعني صار لها عمر في الإمارات، يعني ما عندها العادات اللي هي المرونة اللي احنا دائما نشوفها ونعرفها عند الأمريكان. لا 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 أبدا، كانت شديدة في التعامل مع البنت. لذلك في عدة سنوات ماضية قامت هذه الأم وأجبرت صالحة على أنها تترك الدراسة. تقول إن البنت هذه ما هي نافعة، وبلا دراسة وبلا شهادة خليها تجلس في البيت. وهذا الشيء زعل صالحة بشكل كبير، ومجبرة أنها تسمع الكلام. تقول صالحة أنا شغلوني مثل الخادمة عند والدتي وإخواني، والكل يسيء التعامل معي، ودائما الأم كانت تهددها بأن تخلي أبوها يضربها. حتى أنها قالت لها في أحد الأيام راح أخلي أبوك يضربك ويطعنك. وعلى كلام صالحة أنه فعلا مرة من المرات أبوها بعد ما أبلغتها زوجته بأن صالحة تسيء بسلوكياتها وما تسمع الكلام وتجلب لهم المشاكل وكذا، قام وطعنها. هذه بأقوال صالحة بنفسها في المحكمة. فالبنت تخاف من أبوها بشكل كبير، رغم أن الأب شبه منفصل عن الأم، ساكن في نفس البيت لكن ساكن في الدور العلوي والأم الأمريكية في الدور السفلي. المهم البنت تعاني، ما تطلع برا البيت، ما في أي وسائل ترفيه، يعني محرومة حتى من التقنية والسوشيال ميديا والعالم الخارجي هذا. يعني الحين حتى اللي عمارهم 3-4 سنوات ماسك تليفون، بنت في العشرينات مقطوعة عن العالم الخارجي، تحس انها مضطهدة، تحس انها تتألم في كل يوم. كانت صابرة البنت، يعني شو تقول، شو تشتكي؟ تقول ان لما كنت اطيح مريضة ما حد يوديني اتعالج، كنت يعني اعاني من المرض لايام واسابيع لين اصحى لوحدي بدون ما أحد يعالجني ولا أحد يوديني إلى المستشفى ولا. ويجي عام
2022 في شهر 5. البنت صالحة تخاف من والدتها وترتعب منها، يعني أبدا ما تحتك فيها بسبة تعاملها معها، ولا في أحد من أفراد الأسرة يحن عليها. ذاك اليوم وتقوم الأم الأمريكية وتطلب من صالحة أنها تجي عندها في الدور السفلي في الغرفة لوحدهم. فالبنت بدأت تخاف، وهي عارفة أن والدتها ما تناديها إلا في مصيبة، يا أنها تبي تغلط عليها أو تضربها أو تهينها بحسب كلامها. المهم فعلا ذاك اليوم قالت لها تعالي، والبنت خايفة ومرتعدة والله يستر وشنو تبي مني هالمرة. فبدت تصرخ عليها، تشتمها، تمد ايدها عليها، وقالت لها شوفي أنا راح أبلغ أبوك وراح أخليه يطعنك مثل المرة السابقة اللي تعرض فيها للطعن. أبوها الظهر عنيف معاها، والبنت فعلا عارفة أن أبوها ممكن ينفذ ما تطلبه الأم، لذلك بدأت تبكي وتصرخ، وليش قاعد تعاملين بهالطريقة، وليش يعني متسلطة علي، وأنا شنو سويت غلط وأنا كذا. قالت لها راح أقول لأنك راح تجيبي لنا الفضيحة وتجيبي لنا المشاكل وما تسمعين الكلام وسلوكك سيء. المهم ما بين شد وجذب البنت خلاص وصل فيها الحال لأعلى درجات الغضب، وتلتفت ولا في سكين بجانب والدتها، يعني الظهر تقص فيه فواكه ولا، لكن ما هو سكين مطبخ، سكين له مقبض أبيض من البلاستيك. وتقوم صالحة في لحظة غضب وانفعال وخوف من قيام والدتها أنها تبلغ أبوها بالتهديد وتنفذه، مسكت السكين وهجمت على والدتها، أول طعنة في الرقبة، وتقوم طعنة طعنتين ثلاث أربع خمس ست طعنات. صراخ الأم، لكن العيال ما كانوا موجودين كلهم في الأدوار العليا، صار الدم في كل مكان في الدور السفلي، وأصبحت صالحة غرقانة بدم والدتها في لحظة إدراك، لما استوعبت إيش سوت، شلون قتلت والدتها يعني، وشلون راح تتصرف، وش تقول حق إخوانها، حق أبوها، حق توقع إيش سوت. أمسكت السكين وطعنت نفسها بالفخذ طعنة قوية، لدرجة أنها لما طعنت نفسها تحاول تسحب السكين ما هي قادرة من قوة السكين وصلت للعظم. شنو الفكرة اللي في بالها؟ على طول جاء في بالها أن تقول لهم هذا دفاع عن النفس، أن أمي هجمت علي وطعنتني، أنا أخذت السكين وطعنتها. لذلك صارت يعني تحاول تسحب السكين من فخذها غصب، يا الله قدرت تطلعها من جسدها، وبدأت تصرخ من الألم وتصرخ من الموقف، وجلست جنب جثة والدتها تبكي منهار البنت، دم كل مكان وهي تنزف ولا، وطعنة نفسها طعنة يعني حتى مكان الفخذ ترى مكان خطير جدا، يعني بسبة الشرايين الرئيسية اللي تمر عليه،
فأصبحت إيه كذلك تنزف بغزارة أو تصرخ، لين جاء أبوها على صوت الصراخ، أبوها وأختها وأخوانها، قالت لهم أنا طعنت أمي، أنا أمي حاولت تقتلني، أنا دافعت عن نفسي. البنت قامت تخربط بالكلام، ما هي عارفة شو تسوي. المهم أبوها في هالموقف هذا ما قدر يتحرك ولا يسوي أي شيء، على طول أبلغ رجال الأمن وبلغوا الإسعاف، احضروا يوم شيكوا على والدتها ولا مفارق الحياة، تم نقل صالحة للمستشفى لإجراء عملية مستعجلة لها وتم إنقاذ حياتها. يوم ودوها بعد العلاج للتحقيق، البنت قامت تتكلم شنو الأسباب اللي دفعتها أنها تقوم بمثل هالجريمة الشنيعة أنها تقتل والدتها. قالت أنا أعاني من اضطهاد، أنا محبوسة في البيت، أنا وقفتني أمي عن الدراسة، أمي تهددني دائما، أفراد أسرتي يسيئون التعامل معاي. المهم المحكمة وصلت إلى نتيجة أن فعلا صالحة تعاني من كثير من الأمور اللي ضغطت على نفسيتها وحطمتها من سنوات، حتى أن المحكمة وكلت لها محامي لأن ما عندها حتى أحد يدافع عنها. فالمحامي قال أنا يا حضرة القاضي، البنت تقول إن كانت تدافع عن نفسها، وإحنا نعتقد إن هذا يعتبر ما هو جريمة قتل، لكن هو يعني قتل عن طريق الضرب الذي أفضى إلى موت، يعني كان في ضرب بينهم وتسبب في مقتلها، والموضوع ما هو يعني مرتب له. البنت ما جابت السكين مثلا مخبيتها ملابسها وتعمدت انها تنزل عند والدتها وتستدرجها، يعني ما كانت مخططة، ما في سبق اصرار وترصد، كانت وليدة اللحظة، بنت في غضب بسبب القسوة اللي قاعد تلقاها من والدتها، شافت سكين وفصلت البنت يعني وطعنت والدتها، هذا الضرب أفضى إلى موت. والبنت تقول أنها كانت تدافع عن نفسها يعني لأنها مطعونة. قال أول شيء هي مطعونة، واضح من تقرير الطب الشرعي أن الطعنة لا يمكن أن تحدث من شخص يعني آخر. ليش؟ الطعنة يعني حركة الطعنة ومكانها هي حركة يقوم فيها الشخص لنفسه، يعني قريبة من جسده، قريبة من إيده وكذا. لو كانت يعني والدتها كان ما جت الطعنة في هالمكان بالضبط. الشيء الثاني، لو كان الأمر دفاع عن النفس وباعتبار أن هذه والدتها، إذا ليش ما اكتفت بطعنة واحدة؟ ليش طعنة والدتها 6 طعنات قاتلة واستمرت في الطعن؟ يعني رغم ان اول طعنة كانت قاتلة، ليش استمرت؟ هذا يدل على حقد ويدل على تعمد في الجريمة. فعلا لما رجعوا لها وحاولوا يضغطون عليها علشان يتأكدون من صحة اقوالها، تراجعت وقالت فعلا انا اللي تعمدت اني اطعنها، وانا اللي طعنت نفسي، كنت احاول اني يعني ألقى لي فرصة أني أهرب أو أني يعني أبرر أن والدتي هجمت علي وأنا طعنتها وهذا اللي صار معاي بالضبط. المهم لكم بالطويلة، البنت رغم الظروف اللي تمر فيها لكن الجريمة كانت مكتملة الأركان، تم الحكم عليها بالإعدام بالقصاص، حتى ان ابوها واخوانها 4 شباب احضروا وطالبوا
بتنفيذ القصاص وعدم التنازل. لكن أنا ما أدري شو أقول لكم، ما أقدر أحكم هل أنا أتعاطف مع البنت ولا أكون ضدها. لا، أنا ودي أنتم تحكمون ضميركم، تحكمون عقلكم، ابتعدوا عن العاطفة، لكن حكم ضميرك وشوف ظروف البنت هذه، شو اللي وصلها أنها تقتل والدتها؟ ترى ما أحد يقتل والده يعني لعانة، ما يقتل والده لعانة، يعني ما في أحد يعني حقارة يقتل والده ولا والدته، لا، يقتله أكيد في شيء يدفعه، طبعا أكيد خطأ في كل الأحوال هو خطأ، لكن شنو وصل الإنسان لهالمرحلة؟ معقولة واحد يقتل إنسان رباه طول العمر وخصوصا الوالدة؟ لا، الموضوع لا، مستحيل يكون خارج نطاق العقل والمنطق، يعني أكيد في شيء يعني قوي جدا خلى هالبنت توصل لها التفكير أن في موت والدتها هو راح لها. احنا ما نقول إلا الله يرحم والدتها ويغفر لها إن شاء الله، والله يرحم حال هالبنت، والله يصبر أهلهم على هالمصاب. لكن نصيحة اللي عنده عيال، الله يعني يبعدكم إن شاء الله عن كل المصاب، يجب أنك تكون فنان في معاملة بناتك أو كذلك أولادك، تحرف تجاريهم وتسايرهم. الولد دائما حط في بالك شيء، يعني هذا من باب تجربة، ترى الضغط على الأولاد وخصوصا من الأم أو الأب أو الأشقاء، يعني لو أن الضغط هذا يأتي من ناس من الخارج، أقولك ترى ما راح يكون له تأثير مثل تأثير الأسرة إذا كانت قاسية على الشخص، لأن هل السلوك هذا أو الأسلوب اللي يتبع ضد الفرد من قبل أفراد أسرته يدمره نفسيا، يا إما بصراحة تدفع هذا الشخص أنه ينهي حياته وخلاص، لأن إذا أقرب الأشخاص له يعامله بهالطريقة خلاص يحس أن الدنيا هذا أصلا ما يعني ما يستحق أنه يجلس فيها، يعني خلاص، أو أنه راح يتحقد نفسيا، راح يوصل مرحلة من الجنون. ثالثا أنك تدفعه أنه يدور أي حل مثل ما سوت صالحة، حل رغم أن الحل هذا راح يعني خلاص ينهي حياته وحياة أسرته وتاريخهم كله، لكن بمقابل انها ترتاح نفسيا. هذا اللي قدرت توصلته لانها بنت تفتقد للخبرة والحسن التعامل، هي قاعد تعرض للإساءة. نصيحة، عيالكم لا تعاملونهم بأسلوب قاسي، وخلك حنين اذا انت الاخ مثلا ولا انت الاب وتعامل بناتك او خواتك بقسوة، أجل منو اللي يحميهم؟ منو اللي يحن عليهم؟ منو؟ إذا أنت قاسي عليهم منو اللي والله راح تخليهم فريسة سهلة للناس؟ خلك أنت اللي تحميهم وأنت اللي توقف معاهم، حتى لو يخطأ، حتى لو يكون شنو سوى ما سوى، أنت الوحيد اللي لازم ما تصد عنه، أنت السند اللي الله خلقه ليحمي هالمخلوقات هذه، أختك ولا أخوك الصغير ولا والدتك، ما تكون أنت اللي تسبب في هلاكم. والله البنت أنا عورني قلبي، ويا رب أن أبوها وأخوانها يسمعون، يعني أتمنى أن يكتفون بمعاقبتها بالسجن، لكن
بالإعدام وقصاص. أنا والله حزين على هالبنت. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.